ارتفع عدد الوفيات بسبب الأمطار الغزيرة والسيول التي ضربت دبي إلى 4 فضلا عن تعطيل حركة الطرق ومطار دبي الدولي. وأثيرت تساؤلات عما إذا كانت عملية تلقيح السحب التي تجريها الإمارات بنحو متكرر قد تسببت في هطل هذه الأمطار الغزيرة، فيما تستمر لليوم الرابع عمليات تنظيف الطرق وتقييم الأضرار التي لحقت بالمنازل والمباني. لا يزال التعامل مع تبعات الحالة الجوية الاستثنائية التي عاشتها الإمارات جاريا ليلا ونهارا. تتواصل عمليات ضمان عودة الطرق والخدمات إلى طبيعتها في مختلف مناطق الدولة، وذلك بعد 4 أيام من هطول الأمطار القياسية التي شهدتها الإمارات منذ عقود. السلطات أعلنت أن الوفيات الناجمة عن الأمطار الغزيرة ارتفعت إلى 4 بالإضافة إلى فيضان الطرق وتعطيل حركة مطار دبي الدولي. في المطارات يستمر تشغيل الرحلات المغادرة بشكل طبيعي، بينما جرى تقليص عدد الرحلات القادمة إلى مطار دبي منذ منتصف نهار الجمعة ولمدة 48 ساعة بسبب التحديات التشغيلية التي ما زالت قائمة، كما أكدت مؤسسة مطارات دبي التي أضافت أن فرق العمل تبذل قصارى جهدها لتقديم رعاية خاصة للعائلات وللمسافرين المتضررين من تأخير الرحلات الجوية بسبب الظروف الجوية غير المسبوقة. وبينما يجري حصر وتقييم الأضرار الناجمة عن التأثيرات الجوية، تؤكد الجهات المعنية بينها هيئة الطرق والمواصلات وبلدية دبي أن الحياة عادت بنسبة 90% وتظل نسبة أقل، حيث يتم العمل على الانتهاء من ضخ مياه الأمطار المتراكمة وتنظيف ما تبقى من شوارع وأجزاء من طرق سريعة وبعض المناطق غمرتها مياه الأمطار وأنظمة الصرف الصحي. وفي خضم الحالة الجوية التي مرت بها الإمارات، تقارير عدة أثارت مسألة دور عمليات الاستمطار في هطول الأمطار الغزيرة، على اعتبار أن الإمارات رائدة في تنفيذ هذه التقنيات والأبحاث في السنوات الأخيرة، الأمر الذي نفاه المركز الوطني للأرصاد المسؤول عن مهام الاستمطار في الدولة. النماذج المناخية أعطت توقع بحالة قوية وحالة تشمل منطقة كبيرة جغرافيا في دول الخليج، والحالة التي عشناها كما هي بالوصف. النقطة الثانية النطاق الجغرافي للحالة، عادة عمليات الاستمطار تكون لسحب محلية لا تستطيع حتى الآن قدرة عمليات الاستمطار أن تغطي سحابة بكبر السحابة التي رأيناها تغطي عمان والسعودية والإمارات وإيران والبحرين بهذا الحجم. وبعد 4 أيام على حالة الطقس السيء، ارتفاع في درجات الحرارة ووسط التقلبات المناخية هذه والتداعيات، جرى توجيه الجهات الحكومية في إمارة دبي بتطوير خطة استباقية متكاملة لمواجهة الحالات الجوية الطارئة. مصطفى سكحال، الحرة، دبي. معنا من واشنطن نيكولاس لوريس، محلل في شؤون المناخ والسياسة البيئية. أهلا ومرحبا بك سيد نيكولاس. يعني أن تسقط الأمطار وأن تسبب كل هذا العطلة، هذا الإغلاق في بلد ما، إلى هذه الدرجة هي استثنائية؟ الظروف البيئية استثنائية أو الحديث عن تلقيح السحاب؟ على الأرجح بأنها عاصفة مطرية استثنائية، وخبراء الطقس يدركون ذلك للأسباب التالية: إن تلقيح الغيوم لا يولد هذا السيل الهائل من الأمطار، ويتم ذلك في ظروف جوية محدودة، ولكن لا يؤدي إلى عاصفة بهذا الحجم. الاعتبار الآخر أن النماذج في الجو والطقس أشارت إلى ورود هذه العاصفة عندما كانت على بعد 75 ميلا جنوب مدينة دبي، هو نتيجة نمط للطقس التي تنبأ بها مركز رصد الأرصاد الجوية في دبي.
ولكن سيد نيكولاس، كيف نفسر ذلك؟ تفسير ذلك كما قال البعض، وبعض الدراسات تقول بأن المناطق التي لا تسقط فيها الأمطار لفترات طويلة لربما ومع اشتداد انعدام الأمطار، عندما تسقط الأمطار تسقط بهذه الكثافة. هذه رؤية وهذه دراسة. هناك دراسة حديثة أيضا تقول أن هطل الأمطار السنوي قد يزيد بنسبة تصل إلى 30% في معظم أنحاء الإمارات، وهذا أيضا لربما يفتح قوسا فيما يتعلق بالدراسات التي تتحدث عن أن زيادة في الأمطار في المناطق الجنوبية من الكرة الأرضية لربما تكون في الفترات والسنوات القادمة. طبعا، وإذا ما نظرت إلى حجم الطقس الحاد فإن التغير المناخي سيؤثر على كل هذه الأنماط. مع الطقس الشديد يمكن الحديث عن العواصف والتسونامي وأيضا هطول الأمطار الغزير. إن اللجنة الحكومية المشتركة حول التغير المناخي واثقة بأن كل هذه الأنماط والتغير المناخي سيؤدي إلى هذه الظواهر التي نراها حول العالم. لقد تعامل العالم مع أحوال جوية غريبة و قد تكون فقط حالة فريدة، ولكن هنالك مزيج من الأنماط وكله يعزى إلى التغيير المناخي ويجب أخذه في الاعتبار. وأحيانا أيضا نقر بأنها حالات نادرة جدا في بعض مناطق العالم. نعم سيد نيكولاس، والمركز الوطني للأرصاد في الإمارات هو نفى أن يكون هناك عملية تلقيح للسحب، ولكن دعنا نناقش معك هذه العملية وهي تتكرر في الإمارات، ليس يعني كما أنهم نفوا في هذه المرة ولكنها تتكرر، يقومون بهذه العملية. ماذا تعني هذه العملية وما إيجابيتها وسلبيتها؟ ما يفعله الخبراء هو بضخ محلول في الغيوم ويؤدي إلى الكثير من البخار في السحاب، وهذا البخار أيضا يؤدي إلى قطع صغيرة وتؤدي إلى هطول الأمطار. استخدمت في المناطق التي تحتاج إلى المياه، المناطق الجافة، فيقومون بتلقيح السحابات لكي تمطر. مثلا حدث ذلك في الأماكن الجافة في الولايات المتحدة، أن إمكانه احتاجوا إلى سقوط الثلوج في المنتجعات السياحية والشتوية. ونرى هذه الوسيلة مستخدمة في دولة الإمارات. طبعا هنالك معنى لذلك، ولكن عندما لا تنجح فقد لا تؤدي، مع كل ذلك قد لا تؤدي إلى هذه الأهطال الأمطار الغزيرة التي هطلت في دبي. نعم، ولكن هل يمكن أن يكون له مدار؟ طبعا من يريدون أن يسقط المطر لأن هناك جفاف، لأنهم بحاجة إلى هطل الأمطار، وهذا لربما يكون من الإيجابيات. ماذا عن الضرر؟ هل يمكن أن يكون هناك ضرر على البيئة، وهو إذا لربما يرى البعض هو تلاعب في البيئة؟ طبعا هذا الأمر يقلق الجميع، ولكن مع تلقيح الغيوم إن المخاطر محدودة مقارنة مع ما يشار إليه على الهندسة في السماء، حيث يتم تلقيح الغيوم لتنظيف جودة الهواء. فمع هذه الوسيلة
لتلقيح الغيوم مخاطرها محدودة. ومع ذلك السؤال هو إن كانت حقيقة وسيلة ناجعة. بذلك هنالك شركات تحاول بيع هذا الناتج، ناتج الخاص بتلقيح الغيوم في بعض المناطق وفي بعض الدول. إنها وسيلة باهظة الثمن ولا تنجح دائما. لا نريد دول ومدن تنفق الكثير من الأموال، وعلى وجه الخصوص إن كانت هذه الأموال آتية من دافعي الضرائب، ولا تؤدي هذه الوسيلة إلى النتيجة المرجوة. هل يمكن التحكم بكميات هطل الأمطار في هذه العملية بحد ذاتها؟ سؤالك ممتاز. لديهم فكرة إلى القدر الذي يمكن أن يحصدوه، ولكنها وسيلة في طور الاختبار. هنالك حدود تتراوح بين البخار الذي في الغيوم أو مثلا التنبؤات لكمية الثلوج التي ستتساقط، ولكن يتعذر عليهم تحديد الرقم المحدد للسنتيمترات أو الإنشات المنتظرة. كل ذلك مقيد باعتبارات مختلفة. شكرا جزيلا لك ضيفنا من واشنطن نيكولاس لوريس، محلل في شؤون المناخ والسياسة البيئية.